سورة آل عمران لها فضل عظيم. عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان، أو كأنهما غمامتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ومعنى هذا أن هاتين السورتين تدافع عمن لازم قراءتهما، ففضل آل عمران فضل عظيم.